أدى المنتخب الوطني تدريباته اليوم على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمباراتي السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. يواجه منتخب الفراعنة نظيره السنغالي في مباراة الذهاب يوم الجمعة القادمة باستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة العودة يوم 29 من مارس الجاري بالسنغال. كشفت الفحوص الفنية عن إصابة المدير الفني للمنتخب الهولندي لويس فان جال بفيروس كورونا، وذلك قبل المباراتين الوديتين أمام الدنمارك وألمانيا. وبدأ فان جال الخضوع للعزل الصحي فور ظهور نتائج إيجابية للفحوص، وقد سيتولى مساعده المهام الفنية حتى يتمكن المدير الفني من الاختلاط باللاعبين بشكل كبير. كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تفاصيل مباراة منتخبي إيطاليا والأرجنتين، وقال اليويفا إن المباراة ستقام في الأول من يونيو القادم على ملعب ويمبلي في لندن بحضور 86 ألف متفرج. كان اليويفا ونظيره في أمريكا الجنوبية قد أعلن في وقت سابق عن خطتهما لإقامة مباراة بين منتخب إيطاليا بصفته بطل يورو 2022 ومنتخب الأرجنتين بصفته بطل كوبا أمريكا 2021، وتحمل اسم فينالسيما. أسفرت منافسات تصفيات السيدات لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث عن تأهل 5 لاعبات مصريات للدور قبل النهائي من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 حتى 27 من مارس الجاري. واستطاعت كل من أميرة قنديل وزينة عامر وملك إسماعيل وسلمى عبد المقصود وهايدي عادل التأهل إلى الدور نصف النهائي الذي يضم أفضل 15 لاعبة من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 6 لاعبات في الترتيب العام. انطلق بمدينة الغردقة مهرجان كرة السرعة 14 والذي تنظمه جامعة جنوب الوادي في الفترة من 22 من مارس وحتى 24، ويمثل هذا المهرجان فرصة لتشجيع الشباب على ممارسة كرة السرعة والتي تعد رياضة مصرية قديمة تساهم في تنشيط العقول وبناء شخصية الطلاب. انتهت هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. المشاهدين الكرام، نعود من جديد لاستكمال ما تبقى مع يوسف عبدين وريهام الديب. شكرا لك مصطفى.